أسرة كاملة مكونة من أب وزوجته وخمسة من أبنائه مصرعهم بمنطقة الشرابية بالقاهرة. وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب هو تسرب غاز السخان بسبب تلف أحد أجزائه. وكانت غرفة النجدة بالقاهرة كانت تلقت بلاغ بيفيد بوجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية. وانتقل رجال المباحث لمحل الوقع وتبين أنه سبع أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة ولا توجد إصابات ظاهرية، وأن الأب هو مدير مدرسة وزوجته ربة منزل وأولاده الخمسة أعمارهم بقى بتتراوح ما بين 13 و 26 سنة. وتم نقل الضحايا للمستشفى وتم تحرير محضر بالوقع وتولت النيابة العامة التحقيقات. طيب لمزيد من التفاصيل خلونا ينضم لنا الكاتب الصحفي الزميل الأستاذ طه هاشم لمعرفة التفاصيل الخاصة بهذه الوقعة. أستاذ طه طبعا بصبح عليك ويريد تحطنا في التفاصيل، وهل هناك معلومات بخلاف المعلومات اللي تم ذكرها في الخبر ولا لا؟ أولا صباح الخير أستاذ هشام. صباح النور يا فندم. لجميع السادة المشاهدين، طبعا زي ما حضرتك قلت الوقعة بشعة جدا، مأساوية بطريقة كبيرة. مدير مدرسة وزوجته وأبنائه الخمسة في لحظة أو في غمضة عين كده أسرة كاملة انتهت. طبعا الواقع حصلت في شارع عباس الزيات بمنطقة الشرابية، وتحديدا في الشقة في شقة الأستاذ محمد شكري مدير مدرسة الطبري. أول حاجة الواقع بدأت عن طريق ابن خالة المتوفي اللي هو صاحب العقار، لما لاحظ إنه موتور الكهرباء اللي في الدور الأرضي شغال رغم انقطاع المياه عن المنطقة. طبعا زي ما انت عارف حضرتك إنه موتور المياه إذا كان مركزي في العقار فبيبقى في كل شقة في زرار بيتم تشغيله في حالة الحاجة. فالمهم طلع ابن خالته المتوفي قعد يخبط على الشقة شقة شقة، كل الناس قالت له إنه ما فيش، لا ما مش إحنا اللي مشغلين الموتور. فلما وصل لشقة ابن خالته في الدور الأخير طرق الباب لم يستجيب أحد، مع إنه هو عارف إنه ابن خالته أو الأستاذ محمد شكري تحديدا الضحية المتوفي وزوجته مقيمين بالشقة يعني، والأسرة دي معروف بالتزامها الديني وإنهم متواجدين دايما في الشقة. قعد يخبط على الباب ما فيش حد بيستجيب، قعد يرن على التليفون وأرقام الأولاد، هو سمع صوت التليفونات بترن بس ما حدش للأسف بيستجيب لي. نعم. فاستعان بأحد أقربائه طالب وقاموا بفتح الباب بواسطة مفك، استنشقوا غاز فدخلوا لقوا السبعة متوفين ولاحظوا خروج نار من الحمام أو زي شرر كده من السخان. فلما دخلوا لقوا السخان مولع، اتصلوا على طول بشرطة النجدة في لحظات كانت قوة من رجال المباحث ورجال الحماية المدنية في الشقة. تم معاينة الشقة من الداخل والخارج، لا وجود لأي أثار عنف أو تكسير بالشقة. تم معاينة جسامين الضحايا، ما فيش أي إصابات، والسبعة يرتدوا ملابسهم كاملين وتم نقلهم لمشرحة زينهم. تحريات الأجهزة الأمنية توصلت أنه طول فترة استعمال السخان هي السبب في الكارثة اللي حصلت دي، طول استعماله وتوصيل الكهرباء بيه بشكل مستمر تسبب في التلف الجزء الخارجي منه وفصل الأوتوماتيك عن منطقة تخزين الغاز، مما أدى إلى تسربه بجميع أنحاء الشقة ووفاة السبع ضحايا. نعم. طبعا الواقعة أستاذ هشام أنا بحب مش المرة الأولى أو الثانية أو حتى العشرة السنة دي، إحنا عندنا كمية حوادث كبيرة جدا بسبب الغاز، رغم التنبيه ويعني رغم التنبيه في وسائل الإعلام وفي المواقع وفي كل الأماكن بخطورة هذا. امبارح بس عندنا زوج وزوجة برضو في منطقة البساتين توفوا بسبب غاز السخان. كان عندنا عريس وعروسة في منطقة الخصوص توفوا بسبب غاز السخان، رحمة الله عليهم. ثلاثة أسرة واحدة برضو توفوا في إمبابة. يعني القائمة تطول، وطبعا الواقعة الشهيرة بتاعت المقرئ القرآن في دمنهور اللي توفى هو وزوجته وابنه وأصيب تسعة من أحفاده تم نقلهم في حالة خطيرة للمستشفى. يا رب يرحم الجميع ويحفظ الكل. والله يا أستاذ طه طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا بحب أستغل بس أستاذ هشام المنبر الإعلامي المهم بتاع حضرتك ده وأنبه بخطورة غاز السخان. نعم. غاز السخان أو غاز أول أكسيد الكربون أو المعروف إعلاميا بالقاتل الصامت. الغاز ده بيختلف. احنا يمكن من سنتين كان في اهتمام كبير جدا بالقصة دي، والناس كانت يعني استمعت لشرح كبير ووافي من جانب كبير من الخبراء في الموضوع ده، ولكن هي المشكلة الحقيقة بتتكرر كل شتاء مع طبعا انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ويمكن ملاحظينه احنا السنة دي بشكل كبير.
يا رب يستر الجميع بإذن الله. أنا بشكرك.